ما تصدقيش اني وحيد في انتظارك، ما تصدقيش اني حزين بانتصارك. علي الحجار فنان ليه مسيرة ضخمة تضمنت أكتر من 3000 عمل على مدار 40 سنة، وطول السنين دي كان دايماً بيدور على الكلام المميز واللحن المؤثر، وأضاف ليه بصمته الخاصة اللي خلته واحد من أكتر الفنانين تميزاً في تاريخ الفن. الفنان علي الحجار ليه تاريخ كبير جداً وإنتاج فني ضخم من سنة 1977 ولحد دلوقتي. رصيده الفني فيه حوالي أكتر من 37 ألبوم وأكتر من 30 مسرحية غنى ومثل فيهم، وأكتر من 13 فيلم سينمائي. كل ما القلب صافي مرحل العشق وافي، كل عذاب الدنيا حيروح بكرة لينا. بالإضافة لكل ده، هو صاحب أكبر عدد من أغاني تترات المسلسلات في الوطن العربي، فغنى أكتر من 100 تتر مسلسل. ما تمنعوش الصادقين عن صدقهم. اتعاون علي الحجار مع أكتر من 30 شاعر من كبار الشعراء في العالم العربي زي فؤاد حداد، صلاح جاهين، سيد حجاب، وعبد الرحمن الأبنودي. كمان اتعامل مع أكتر من 30 ملحن من أكبر الملحنين، منهم بليغ حمدي، سيد مكاوي، كمال الطويل، محمد الموجي، عمار الشريعي، وعمر خيرت، لأنه كان دايماً حريص إنه يختار الكلام الجيد واللحن الراقي. انكسر وأنا شيء وانطفت بعد المشاعر، تهنى ونسينا الطريق وابتدى كمان كان ليه إسهامات كتيرة في إحياء التراث، وأعاد توزيع عدد من الأغاني القديمة عشان تتناسب مع العصر الحديث زي أهدى اللي صار لسيد درويش، وجفنه علم الغزل للموسيقار محمد عبد الوهاب، ودار العيون للموسيقار محمد فوزي. جفنه علم الغزل تميز علي الحجار بالجرأة، وكان دايماً بيضيف جديد في عالم الغنى، وبيعتبر من أول الفنانين في جيله اللي استخدموا الهارموني في التوزيعات الموسيقية للأغاني. في قلب الليل وعزف الصمت متهادي كموج النيل، في قلب الليل وبرد الخوف بيتكتك سنان الخيل. كمان كان ليه إسهامات في الحياة الثقافية، وأنشأ مدرسة لتعليم العزف والغنى بالإضافة لصالون الحجار اللي بيقدم من خلاله دعم للمواهب الفنية الشابة. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. ما تفهمنيش أنا وحدين أفضل حي. وعلى مدار أكتر من 10 سنين كان دايماً حريص على إقامة حفل شهري عشان يحافظ على التواصل المباشر مع جمهوره. تقديراً لتاريخه الفني العظيم والطويل، استحق أنه يفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في مجال الطرب، وهي أهم جايزة في الوطن العربي. أنا مش حبيع الصدق بالأكاذيب، ولا أقولش للحمل الوديع يا ديب. الفنان علي الحجار بيمتلك مساحة صوتية عظيمة، وبيقدر يؤدي أصعب الأغاني، وبإحساسه المميز بيقدر يوصل أي أداء درامي، وعشان كده بيطلق عليه لقب صاحب الحنجرة الذهبية. أنا في